ديما 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 مغرب في القمة علي انت فنان كبير وسير سير 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 وسير يا زياد يا ولد بلادي انت والراية المغربية هي 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 بينها سير سير وسير يا زياد يا ولد بلادي انت. اهلا بكم سيداتي وسادتي في الفيديو نخصو الحكيم زياج النجم اسود الاطلس واللي كل التقارير تعطيه موقع رسميا لمده 3 سنوات في نادي النصر السعودي ليلعب الى جوار كريستيانو رونالدو احد احسن لاعبين بعد ميسي في تاريخ كره القدم العالميه. هل كان قرار زياج صائبا في قبول عرض نادي النصر السعودي؟ هذا ما سنراه في هذا الفيديو التحليلي. حكيم زياش ماشي لاعب عادي، ماشي لاعب ديال الكرة اللي تنشوفوهم بزاف في الملاعب ديالنا. لاعب مهاري، لا أحد يناقش مهارته التقنية والفنية والتكتيكية. عنده بنية جسمانية لا تساعده كثيرا على اللعب، خصوصا في المباريات التي يكون فيها العراق وسط الميدان، لكن تيفدي هذا النقص الجسماني في تقنيات وفي تمريرة جميلة وجميلة جدا، عمودية، تمريرة بواحد الإتقان وبواحد يعني مضبوطة واحد الشكل كبير اللي تجعله من احسن الممررين في العالم، ماشي المراوغين ولكن الممررين. زياش عنده 30 سنه، كمل 30 سنه في شهر مارس اللي فات، لعب 394 مباراه احترافيه منذ 2012 والتوقيع ديالو لاول عقد احترافي بهيرينفن الهولندي. لعب سنتين في رينفن، سنتين في 20 انشخيدي، لعب 4 سنوات في أجاكس وكان تنظن مميزا جدا في أجاكس، لعب 3 سنوات في تشيلسي فيها بزاف المباريات كان احتياطي فيها، جمع 394 مباراة ولعب مع المنتخب الوطني أكثر من 50 مباراة وسجل 20 هدف مع المنتخب الوطني المغربي. يعني الأرقام ديالو مع المنتخب الوطني رغم بعد الحلقات اللي كانت مفقودة لا مع إيرفي رونا ولا مع واحدة لزوجيتش، وصل ل 20 هدف منذ 2015 واول منادات عليه من طرف بدو الزاكي. بعد هذا الشيء كله وبعد كاس العالم الاخيره اللي استطاع النجم ديال زياش كثيرا في البورصه العالميه، جات هذه الموضه ديال الفرق السعوديه اللي تجلب افضل اللاعبين في اوروبا اللي وصلوا السن ديالهم لواحد السن. بنزيما وصل 36 سنه، رونالدو وصل 37 سنه، تطلبوا مودريتش، تطلبوا نكولو كونتي، ولكن بزاف الناس يتساءلوا واش لاعب عنده 30 سنه يمشي يلعب في السعوديه. اولا من الناحيه الماديه العرض لا يناقش، زياش يربح اكثر بكثير مما كان يربحه في تشيلسي ولا في اجاكس امستردام، هذه ما خصناش نغفلوا هذه القضيه لان زياش تربى في عائله فقيره، عائله هاجرت من تافوغالت بضواحي بركان الى هولندا. الاب عامل كيد عامله في هولندا، الام ديالو ربت بيت وعمرها لا يتجاوز 18 سنه بطفلين انذاك في 87 و 87 تنظن فوزي وهشام. بعد ذلك ازداد حكيم في هولندا، 4 بنات و5 أطفال هما عدد أطفال العائلة، ترباو في العذاب، ترباو في الفقر، باش وبعد الوالد ديال وفاته المالية وعمر زياش لا يتجاوز 11 سنة و 12، بالتالي أصبح يعني المورد الوحيد للعائلة هما الإخوان ديالو اللي كانوا يلعبوا الكرة في المدينة في تزاد زياش. كانوا تلعبوا الكرة خصوصا فوزي، ولكن يعني بكل صراحة ما
ما كاينش ديك السيوله الماليه اللي تجعل الواحد يتربى. هذا مما جعل الحكيم تنهي الدراسه ديالو وعمره لا يتجاوز 16 سنه، بين 7 سنين و12، بين 2007 و2000 و... يعني بين 14، بين 13 عام و14 عام. زياش مر بظروف قبيحه، وقبيحه جدا، قبيحه جدا، حيث انه وقع للفريق لفريق المدينه ديالو. بعد ذلك ابتداء من 2012 ذو الفقار، عزيز ذو الفقار، الحمد لله يتلقى بعزيز ذو الفقار، اول محترف مغربي في هولندا، داه وقع في هيرينفن. تما قبل من داك الشيء داز بمراحل صعبه، دات به حتى للسجن، وكان مشى يعني مع كل الاسف للمخدرات الثقيله، وكاد يضيع هذا الولد، هذا الشاب الوسيم والجميل والطيب. يعني زياش اما تبغيه ولا ما تبغيش، ولكن اذا تعرفه مزيان ما يمكنش ما تبغيش، لان انسان عميق، عميق بزاف، وعنده واحد القلب كبير. فمر بسنتين صعيبة وصعيبة جدا، مر بسنتين صعيبة وصعيبة جدا زياش. وبعد ذلك استطاع عزيز ذو الفقير يخرجوا من داك الوسط ديال المخدرات، ومشى بعد ذلك وقع سنتين في فريق 20 انشخيدي. 20 ديجا بدا يبان يعني طالون ديال زياش. بعد ذلك في 2016 كان ديك الساعات اللاعب تنظن بوسمان هو اللي جابوا بعد تردد كبير اجاكس امستردام، ومنذ ان دخل في اول مباراه اجاكس في سبتمبر 2016 اصبح نجم الفريق بدون منازع. في موسم 2016 2017 اختير افضل لاعب في الايرديفيزي في البطوله الهولنديه، يعني ديجا في ذاك الموسم اختير احسن لاعب. منذ ذلك الحين خصوصا انه لعب نهايه اوروبا ليج ضد مانشستر يونايتد وكديل مورينو، وكان لاعبا، كان هو نجم المباراه النهائيه. بعد ذلك في 2017 2018 مشى تلمس في نهايه عصبه الابطال، خصوصا 2018 2019 مشى تلمس في نهايه مع دين تين هاغ المدرب الحالي مانشستر يونايتد، زاد عصبه الابطال وسجل اهداف رائعه لا في تيران ولا في ريال مدريد. في نهاية 2019-2020 زياش وقع عقدا لثلاث سنوات مع تشيلسي، لأن في 2019-2020 كان نجم مباراة تشيلسي مع أجاكس. بدايته مع تشيلسي كانت جميلة تحت لامبارد، لكن بعد ذهاب لامبارد أصبح زياش رغم أنه فاز بعصبة الأبطال في 2020-2021 أصبح لاعبا غير رسمي 100% مع تعاقب المدربين، حتى هذا الموسم ولا عنده مشاكل مع رئيس النادي والمالك للنادي، لانه فضل الذهاب الى باريس سان جيرمان وسط الموسم بدل البقاء في تشيلسي، وهذا لم يتم بسبب تماطل تشيلسي في ارسال الوثائق. اليوم زياش في واحد المفرق الطرق، عنده 30 سنه وعنده عقد ديال ثلاث سنوات، يلعب بموجب العقد مع لاعبين كبار، كريستيانو رونالدو ماشي سهل، يلعب في بطوله فيها نجوم، ويعيش بلد اسلامي اللي انا متاكد من السعوديين والجمهور السعودي يبغي زياش بزاف، يعطف عليه، لان زياش سي ان غارسون دافيكسيون، اما تعطف عليه وتصاحب معاك ويعطيك اللي بغيتي، ولا ما تصاحبش عليه وي 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 ويكالي، ما يتناقش معاك ما والو، يشد. وبالتالي زياش خصو مدرب بحال وليد الركراكي ولا بحال تين هاغ في السعوديه، وانا مأكد بانه يمشي بعيد في السعوديه. ثانيا تنظن المكان ديالو في المنتخب الوطني المغربي من 26 ماشي محل نقاش، انه يبقى لاعب في مستوى عالي في السعوديه، البطوله السعوديه اصبحت مستوى اكبر، وخصوصا ان الخاصيات ديال زياش في المنتخب الوطني المغربي ماشي كثيره بزاف، ما عندوش بزاف ديال الناس كلهم يعوضوه، وبالتالي تنظن وليد الركراكي داير من الدعائم الاساسيه ديالو في الفريق، من الاطر اللي عنده في الفريق، هو العميد الثاني بعد سايس حكيم زياش. دونك فكر في القضيه، المنتخب الوطني ما عندوش مشكل،
فكر في دوري ديال النجوم ديال السعوديه، فكر بان كله يلعب دائما، وبالعكس يولي التنافسيه ديالو احسن من ما كان عليه في تشيلسي. فكر من عنده 30 سنه بان هذا اخر عقد كبير في حياته، وبالتالي يسوفي لا هو ولا عائلته في مره، شيء طبيعي وشرعي. يعني المساوئ ديال الدار السعوديه قليله مقارنه مع المحاسن، رغم ان بزاف الناس يقول كلاسي اش كنا بغينا نلعب في اوروبا، يلعب في اوروبا مزيان، يبغي يلعب في نادي كبير مع القوه الجسمانيه ديالو ما تسمحلوش، يبقى دائما عنده مشاكل مع المدربين. في الدوري السعودي ما يكون عنده حتى مشكل يلعب جميع المباريات، انا مأكد من هذا الشيء. وبالتالي انا افضل زياش يلعب باستمرار في الدوري السعودي على زياش لا يلعب الا قليلا في الدوري الانجليزي، شيء بالنسبه لمصلحه المنتخب الوطني المغربي. حتى كاس افريقيا الامم ثقوا بيا اللاعبين اللي لعبوا في اوروبا يكون عليهم ضغط كبير من طرف الانديه الاوروبيه في وسط الاركان، عكس زياش اللي ما يكون عليه ضغط من السعوديه، واللي بالعكس يخليه يلعب بكل اريحيه مع المنتخب الوطني المغربي في كوت ديفوار. إذن ما تشوف المساوئ والمحاسن تجبر من المحاسن أكثر من المساوئ، وسنتفق أنا جملة وتفصيلا مع زياش اللي قبل العرض وفات الساعة القليلة يوقع رسميا على عقد لثلاث سنوات حتى كأس العالم 2026، وسيجاور كريستيانو رونالدو وسيجاور لاعبين كبارا في الدوري السعودي. نعود نشوفوا إلى سمحتي و خصوصا انت فنان كبير وزياش لعب في ايريال بين 46 مباراه وسجل 13 هدف بين 2012-2014 رغم المشاكل كلها ديال الفتره ديال المشاكل. لعب في 20 انشخيدي 76 مباراه سجل 34 هدف، هذا احسن راسيو في تاريخ زياش، هو اللي جعلو يوقع في فريق اجاكس. عفوا ربع سنوات اجاكس 165 مباراه وسجل 50 هدف، ماشي سهله. لعب في تشيلسي 107 المباريات وسجل 14 هدف، الهدف فقط مع كل اسف. شي علاش الذهاب ديالو من تشيلسي اصبح ضروري. شوفوا هنا الارقام ديالو مع المنتخب الوطني المغربي، لعب 54 مباراه وسجل 20 هدف، يعني احسن لي طول اللي عنده، احسن النسب ديال التهديف كاينه مع المنتخب الوطني المغربي، رغم مرحله ايفيرونا الاولى اللي كان ضيع بزاف المباريات، والمرحله الاخيره ديال وحيده اللي دوزيش اللي ضيع براتيكمون موسم كامل بدون اللاعب للمنتخب الوطني المغربي، لعب 7-8 المباريات في المجموع مع منتخب هولندا للشبان وسجل فقط 3 اهداف. يعني زياش يعني الارقام ديالو ممتازه بكل صراحه، 400 مباراه احترافيه ما سهلاش نهائيا لعبها، والان يمشي السعوديه وسيلعب اكثر في السعوديه. تنتمناو حظ سعيد لزياش في مسيرته الجديده مع النصر السعودي، وذلك يعود بالنفع ان شاء الله على المنتخب الوطني المغربي. زياش انسان لطيف وانسان عميق، انا بكل صراحه كان عندي موقف منه في الاول، ولكن بعد عرفته على القرب ولا عندي عزيز بزاف وتنبغيه بزاف، لا كرويا ولا انسانيا. برافو زياش و جود يعني جود شانس، يعني مع خصنا نعرفها بالهولنديه باش نقولها كما كان الحال. نزيد نحفظ الهولنديه. شكرا على تبعكم هذا الفيديو، الى اللقاء.